صباح الخير لكل مشاهدي الالبيتو يلي بينطروا برنامجهم، برنامج الصبحية الحلوة مع لابوتيك يلي بينعرض عليكم كل يوم من التنين للأحد، حتى انتو قاعدين ببيوتكم تقدروا تعملوا شوبينج، خاصة مع هالموسم الجديد يلي هو موسم الدخول للمدارس وموسم التحضر للخريف والشتوية. منشان هيك مع التجديد لابوتيك كمان عم بتجدد الأغراض وبتعرض عليكم أغراض بتفيدكم بحياتكم اليومية، رجال ونساء وحتى الأطفال عندهم حصة معنا، وأكيد كل شيء منعرضه عليكم تقدروا تشوفوا الأرقام قدامكم خلال الحلقة وتتصلوا فينا، وكل شيء بيعجبكم بتطلبوه بيوصل لعندكم على البيت، انتم مرتاحين ببيوتكم من دون أي كلفة إضافية وخلال يومين بس. خلينا نحن وياكم نبلش حلقتنا هلأ مع فيديو بيرضي كل ستات البيوت يلي بحبوا ينظفوا بيتهم بالطريقة الأمثل. إذا كنت عم تسمعينا وحابة إنك تكنسي وتمسحي وتعصري وتنشفي الأرض والقزاز، بتقدري تتخلصي من كل شيء عندك وتستخدمي إيزي برو اللي رح يحكينا عنها مسيو شربي الخوري. صباح الخير. صباح النور مسيو شربي الخوري، خبرنا شو هي الإيزي برو، كيف فيها تستفيد منها ست البيت؟ قديه بيتعذبوا ستات البيوت بس بدهم ينظفوا الارض، بدهم يكنسوا اول شيء، بدهم يرجعوا يمسحوا، بدهم يرجعوا ينشفوا الارض، يا بيستعملوا الشفاطه يا ما بيعصروا المسحه بايديهم بيوجعوا ايديهم تنشفوا الارض. كله هيدا ما له عازل. ايزي برو هي الحل، بتكنس بتمسح بتنشف بذات الوقت، حتى بتعصر حالها بحالها، ما انك مضطره بقى تعصر المسحه بايديك. بس يستلموا ايزي برو بده يكونوا عليها ختم 5 سنين كفاله. بيجي عليها غلاف، منشيل الغلاف، والسفنجة بتكون مثل الحجر، ما فينا نستعملها وما فينا نعصرها إلا ما نحطها بالماي تصير رطبة مثل السفنجة. هيدا دلو الماي، منحطها بدلو الماي 3 دقايق، يعني بنفتح عليها الحنفية بتاخد شي دقيقة. نتأكد أنه صارت طرية سفنجة، هلا فينا نستعملها وفينا نعصرها. أوكي. بدنا نحط على الأرض وسخ، نصعبها شوي علينا ليصدقوا العالم أنه بتكنس بتمسح بتنشف. في عنا هون صويا صوص. ما عنا غبرة صم، اضطرينا نحط رماد دخان. أسوأ بعد رماد الدخان. أكيد أصعب كتير. أصعب من الغبرة. مع صويا صوص منيح. منيح على قد إيه؟ هلا مثل ما قلنا صارت سفنجي فينا نستعملها. بس بتمرقيها على الوسخ بتشيل كل شيء. أوه لا لا. ودغري بتنشف الأرض، يعني منا مضطرين نكنس نمسح ننشف بقى. هي بتعمل كل شيء. الحلو فيها ايزي برو سفنجتها بتمتص كمية هائلة من المي يما السوائل، ومش عم تترك اثر، مش عم يعني تترك اثر، الاوساخ امتصتهم. حطينا الاوساخ هلا صاروا بالمي، بتشوف المي كيف صارت مجوية. اذا تعبت كتير فينا نعصرها بهالطريقة، ما بدها ابدا جهد ابدا، بنمرقها بعد مرة، لان نحن عم نقول بتكنس بتمسح بتنشف، يعني لازم تنشف الارض دغري، ما حننطر الارض لتنشف. حنجيب ورقه كلينكس ونمرقها على الارض نشوف اذا اكيد نشفت الارض. هيدي كلينكس. اوكي. نحطها على الارض. وعم حف عليها. خرجيكي انه يعني بعدها ناشفه. يعني هيك ست البيت ما بقى تعطى الهم هي تكون عم بتمسح يفوت حدا يدعس لها، دغري بتنشف مع ايزي برو. مزبوط، بس اهم شيء لازم يعرفوا المشاهدين سفنجتها السر اللي فيها ده بتمتص كميه هائله من المي يما السوائل. حنحطها بالمي ونتركها. نحن ما بنعرف قد ايه فيها مي هلا، يعني بس نتحمم بالحمام ارضيه المي ارضيه الحمام بتصير مي وشعر، بدنا نجيب الشفاطه والممسحه مثل ما ذكرنا، منا مضطرين. هيدي سفنجه مش عم تطقط بقى، نحن ما بنعرف. رح اعصرها وفرجيكي كميه المي عم تكبهم. ولا لا. نحسب حالها بقضية الحمام، يعني بس بنجيب ايزي برو بنمرقها بتمتص كل شيء فيه مي على الارض، كل شيء فيه وسخ اكيد وشعر. مين كان حاسب انه هالقد بتسحب مي على كل حالك، قديش كبت؟ واذا تعبت مثل ما قلت بنعصرها نرجع نستعملها عنا. قاسية على الايد اذا بدهم يعصروها؟ لا ابدا، هذا اصبع واحد. عم بعصرها. خي 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 كيف سحبت الميات كلهم؟ اهم شيء بس يستلموها مضطرين يحطوها بالمي لتصير رطبه، لانه ما بتشتغل اذا كانت ناشفه. واذا بدهم يغيروها لانه هي بيجي معها رشونج ببلاش. نعم. ما عليهم الا تيغيروا الرشونج، في عزقه فوق المسكه، هي المسكه اللي بتعصر، في عزقه برخوها. اها. بتفك سفنجه بيرجعوا بيشدوها.
ولا أهين من هيك. ما بتعتل هم ست البيت ولا بيصير عندها وجع بالمفاصل ولا بتعتل هم شيء بتوفر على حاله. سعرها كتير حلو، سعرها 29 دولار ومكفولي 5 سنين، بيجي معها فري رشونج. يعني عنا سفنجتين إذا فينا نقول مزبوط. ب29 دولار ومكفولي 5 سنين، يعني بتمد معنا 10 سنين نحن مرتاحين وما بنعتلهم أبدا. إذن ب29 دولار بتوصل لعندكم إيزي برو على البيت من دون أي كلفة إضافية، وبتكونوا عم بتنظفوا بطريقة كتير مثالية. ما تنسوا تتصلوا فينا على الأرقام 01-443-443، وأكيد توصل لعندكم على البيت خلال يومين بس. ست البيت بدها توضب غراضها بطريقة مثالية، ما فيها إلا أنه تفكر بكانفاس بوكس يلي رح يحكينا عنها مسيو شرب الخوري مرة جديدة. أهلا وسهلا فيك، خبرنا عن هالعلبة يلي فينا نوضب فيها غراضنا ونشوفهم وتكون هيك كلها شيء مرتب ما منضيع شيء. بكل بيت عنا مشكلة، في عنا غراض مش عارفين وين بدنا نحطهم، لحف، شراشف، تياب صيفية، تياب شتوية، وين بدنا نحطهم؟ وسكربينات وسبابين. مزبوط، الكانفاس ستورج بوكس بتساعد كتير. إذا ما لها محل نحطها بالخزانة، يما أظهر الخزانة فينا نشتري 3 بنحطوا فوق بعض بيعملوا مثل ديكور، بنحطهم على الأرض. والحلو فيها ما لنا مضطرين بقى نفتش بالعلب وين أغراضنا، لأنه في إلها محل شفاف بنقشع من برا شو حاطين جوا، بس ما بدنا نستعملها بتصير بهيدا الحجم، تنطوى بسهولة. مزبوط. وكمان خلينا نفرج المشاهدين من جوا قديش بتساع. مشاهدينا تفضلوا شوفوا قديش بتساع هالعلبة يلي كتير مميزة واللي سعرها 20 دولار، أما إذا أخذتوا 3 فب40 دولار، يعني طلع لكم علبة ببلاش. مزبوط. شو كمان بتتمسح معكم بسهولة، وأكيد فيكن تتصلوا فينا على 01-443-443 حتى تحصلوا على الكانفاس بوكس مع كل القصص اللي بتقدروا توضبوها فيها مع رياحة البال بمجرد ما تشتروا وحدة أو قد ما أنتوا بدكن حتى توضبوا كل غراضكم. هلا من بعد ما شفنا سوا هالفيديو الرائع مننتقل نحن وياكم للمطبخ، مملكة الستات يلي بيحبوا يطبخوا بطريقة كتير صحية وبذات الوقت كتير أوريجينال، مع فلاز هالطقم من الطناجر يلي هن من الجرانيت. جرانيت هي تقنية صنع ابتكار، آخر ابتكار لصنع أدوات الطبخ. مثل ما شايفين في عنا 3 طناجر من 3 قياسات مختلفة، في عندهم هالربر اللي منقدر منحطه حتى تحملوا الطنجرة بإيدكن عن النار دغري من دون ما تحترق، وأكيد طبقاتهم من الإزاز مثل ما شايفين، وكمان في عندهم طنجرة غمقة أقل شوي حتى تستخدموها إذا بدكن كأنها كاسرولة، وفي عنا المقلاية. ما تنسوا أنه الجرانيت ما بيسمح أنه يلزق الطعام أو يحترق، وبيحافظ عليه سخن لمدة أطول، وبذات الوقت ما بيأشر وما بيصير له شيء، منشان هيك بتكونوا على الأكيد عم تطبخوا بطريقة كتير صحية. وشايفين هاللون اللي كتير حلو اللي هو الجراج الغامق، الجرانيت من برا ومن جوا ماسكاتون اكرو كتير حلوين، وفي عنا لون مختلف عم تنقل الكاميرا لعنده هلا، هو اللون الانتراسيت الفاتح يلي معه الرابرز اللونهم اسود، كمان طبقاتهم من الازاز وبتقدروا تطبخوا فيهم بطريقة كتير صحية مثل ما انتو بتريدوا بمطبخكم. اما هلا فخلينا نحن وياكم نحكي عن هالسكاكين الرائعين يلي فيكم تستفيدوا منهم حتى تقطعوا كل انواع اللحوم حتى لو كانت قاسيه، وحتى الخضره بتجهز معكم بدقائق قليله. بيتميزوا بانهم اول شيء المانيات، يعني جوده كتير عاليه، وكمان مطليين بالسيراميك. لما نقول مطليين بالسيراميك شو يعني؟ يعني منكون عم نمنع الميكروبات انها تحشى ان كان على اطراف المسكه او حتى على الشفره تبع السكين، يعني بتكونوا عم تطبخوا وتقصقصوا القطع اللي عم تقصقصوها بطريقه كتير صحيه من دون ما تعتلوا هم الميكروبات. وعلى الاكيد كمان بتقدروا تستفيدوا من الاحجام الموجوده من هالسكاكين، وفي معهم المبرشه اللي شايفينها قدامكم حتى انتم تستفيدوا منها قد ما بتقدروا. واكيد ب 26 دولار بتحصلوا على هالطقم من دورش الالماني يلي فيكم تقطعوا فيه اي شيء انتم بتريدوه، حتى الخبز فيكم تقطعوه وانتم مرتاحين من دون ما يسببوا اي الم لايديكم، وشايفين الوانهم الصيفيات اللي كتير حلوه. منتابع نحن وياكم مشاهدينا مع بريوني، الطقم التركي لطناجر الطبخ من اصغر طبخه لاكبر طبخه. بريوني دايموند سيت يلي شايفينه قدامكم هو باللون الاكرو مع الطبقه يلي هي ازاز وعندها رابر جراج على الحفه تبعيتها حتى تتاكدوا انه ما بيطلع ابدا
البخار لبرا وانه بذات الوقت بتكون عم تجهز طبختكم بطريقه كتير سريعه ومن دون ما تنلدع ومن دون ما يصير لها شيء. خليني افتح لكم هالطنجره وفرجيكم اياها، كمان هي جرانيت من الداخل، رائعه طريقه التقطيع تبعولها، الكات تبعولتها كتير اوريجينال، مبينه انه هيك اب تو ديت للفاشن، للاشخاص يلي بحبوا يجددوا بمطبخهم. ورح فرجيكم الكعب تبعولها حتى تشوفوا كيف مقطع ليوزع الحراره بشكل معتدل حتى ما تحترق طبختكم وبذات الوقت تضاين سخنه. وطبعا توفروا على حالكم غاز لانه بتكونوا حضرتوا طبختكم بدقائق قليله. في عنا اربع طنار من اربع قياسات مختلفه وكاسرولا او اذا بدكم مقليه مع الماسكه تبعيتها كمان مع الطبقه تبعيتها تتستفيدوا من هالطقم. كمان السيدات يلي بيحبوا يطبخوا بصواني الفرن الاوريجينال واللي هن كمان بيطبخوا بطريقه صحيه، بنقدر نستفيد من زيو هيدا الطقم التركي. مثل ما شايفين قدامكم اللون الزهر والموف والاخضر، هيدا طقم تركي هو زيو مثل ما قلت لكم، وهو من الجرانيت يلي من الخلف كمان الومنيوم حتى تسخنوا الطعام وتحضروا الطعام بطريقه صحيه من دون ما ينخدشوا ومن دون ما يصير لهم اي شيء. بيتميزوا انه شكلهم مربع يعني فيكم تجلوهم بكل سهوله وما بيحشي الطعام عند الزوايا، يعني فيكم تستفيدوا منهم قد ما بتقدروا وبتطبخوا الطعام. وكمان ما بياخذوا مطرح، اذا بدكم تضبوهم بتقدروا تحطوهم فوق بعضهم، ما بياخذوا مطرح ابدا بمطبخكم وبخزنتكم. من هالصواني في عنا كمان اللون الجراج الفاتح هيك حتى تعملوا أجمل طقم عندكم وتكملوا السات تبعولكم. أما زيو يلي كنت بلشت عم بحكي عنه قبل شوي يلي هني صواني مدورة أربع ياسات مختلفة لصواني الفرن، وفي عنا لونين رائعين، عنا اللون الأحمر واللون الأسود. خليني فرجيكم ياهن حتى تشوفوا الألوان قديش حلوة. وهيدا الكعب تبعولن يلي كتير مميز، ألومنيوم رائع. أما من الداخل فمثل ما شايفين تيفلون، نوعية تيفلون رائعة حتى تقدروا تطبخوا من دون ما تعتلوا هم انه ينخدش، واكيد ما بيصدي وما بيصير له شيء، وهيك بتكونوا عم تاكلوا بطريقة كتير صحية ما بتعتلوا هم انه يصير في اي صدي او اي شيء. سمكتهم ممتازة حتى تقدروا تجلوهم بطريقة كتير مريحة، وبذات الوقت الالومنيوم اللي فيهم بيسمح انه تخلص طبختكم على السريع، بتوفروا على حالكم غاز وبينجلوا معكم بسهولة من دون ما تعتلوا هم انهم ينخدشوا. اما هلا فخلينا نحن وياكم نحكي عن الرشاقة ونتوقف مع فيديو اي بسلم ومنشوفه سوا. بتمنى تحافظ على رشاقة جسمها ونضارة بشرتها وتتخلص من الوزن الزايد والسيلوليت. هيك نتائج ما بدها الا منتج واحد، مجموعة التنحيف اي بي سليم من شركة اي بي كير. شاي اي بي سليم بيحتوي على خلطة الشاي الأخضر الصيني النادر والمستخرج من أجود أنواع شاي الولونج المعروف بطعمه اللذيذ وفوائده المتعددة. نتائجه مرضية وظاهرة خلال فترة قصيرة ومنكم بحاجة معه لأي حمية غذائية. اي بي سليم كريم بيحتوي على خصائص بتشتغل على حرق الدهون المتراكمة وإدابتها بفعالية كبيرة بمناطق معينة من الجسم مثل البطن، الخصر، الأرداف والذراعين، وبنفس الوقت بيشد الأماكن المترهلة وبيزيل الخطوط والتشققات من الجلد لتحصلي على جسم مشدود متناسق وأكثر نعومة وشباب بثلاث أسابيع بس، لتحصلوا على أفضل نتائج وتضل الصحة تاج جمالكم. اذا الاي بي سليم كبسول وساشيه متمم غذائي طبيعي 100% بتاخذوه نص ساعه قبل الوجبه الاساسيه اذا بدكم تنحفوا بطريقه سريعه ولكن بطريقه كتير صحيه، لانه مؤلف من الاعشاب الطبيعيه الاكاسيا وعرق السوس والجينسينج، يعني بتقدروا تستفيدوا من خصائص غذائيه رائعه، بيطرد كل السموم، بيحرق كل الدهون، وبيساعدكم كمان انكم تناموا مرتاحين اذا اخذتوا ساشيات الشاي بالليل ما فيهم كافيين وما بيضايقوكم، طعمتهم كتير لذيذه وبتلاحظوا انكم نحفتوا بطريقه كتير صحيه وسريعه حتى تستفيدوا من اي بي سليم. ويلي بيشتروا اليوم الاي بي سليم كبسول وساشيه بيحصلوا عليهم ب 35 دولار محل 48 دولار. هيدا الاوفر هلا طازه، يعني عم بيقولوا لي اياه هلا بالرجي انه بتحصلوا عليهم ب 35 دولار، وتاكدوا لما
تحصلوا على هيدا الاوفر وتستفيدوا من حبوب اي بي سليم والساشيات واكيد فري دليفري من دون ما تدفعوا اي كلفه اضافيه انتم ببيوتكم، اتاكدوا انه رح تنحفوا ورح ترجعوا تطلبوا اي بي سليم كبسول وساشي حتى تستفيدوا من النحافه والرشاقه لمده اطول حتى لو بلشت الشتويه. منتابع نحن وياكم كمان مع الرشاقة بطريقة صحية، بنقدر ننحف ونطرد السموم من جسمنا، ودايما من عائلة اي بي كير واي بي سليم اولونج جرين تي. اولونج جرين تي يلي بيعزز مناعتكم وبيقوي الذاكرة، ومش بس هيك بيحمي لكم اسنانكم وعظامكم حتى تكونوا عم تتغذوا بذات الوقت عم تنحفوا، بيطرد كل السموم من جسمكم حتى الغازات بتروح وكل المشاكل يلي بمصرانكم بتخف وبيبطل في عندكم اي مشكلة. واذا كان عندكم اي استحقاق بتقدروا تستفيدوا منه لانه بينشط الذاكرة، وبذكركم انه بيقوي المناعة خاصة مع بداية الخريف يلي ممكن تكتر فيه الأمراض. من جن هيك استفيدوا من أولونج جرين تي يلي كل ساشي تبعولون موجود فيه، بتقدروا تعملوا فيه كبيتين، يعني تعملوا 60 كباية شاي من دون ما تعتلوا هم لأنه فيه 30 ساشي، وهيك فيكن تستفيدوا من الخصائص الغذائية الطبيعية 100% يلي موجودة بالأولونج جرين تي. منتبع نحن وياكم كمان مع زيت العيلة، رح نحكي عن أصناف العسل يلي موجودة عنا بلا بوتيك. ثلاث أصناف من العسل، الزيزفون والزهور والأكاسيا يلي فيكن تستفيدوا منهم. بالنسبة لشجرة الزيزفون، منعرف انه العسل تبع الزيزفون بيزيل الحرارة وبيقوي الجهاز التنفسي وبيخلصوا من كل المشاكل، وبيصير كتير فعال اذا كان عندكم اي نوع من انواع الرشح بتقدروا تستفيدوا منه. اما بالنسبة للأكاسيا فبيعالج الحروق من الدرجة الاولى، وفيكم تستفيدوا منه لانه بيزيل التشققات عن الجلد وبيساعدكم تتخلصوا من البقع الداكنة اللي بتظهر على بشرتكم، وبيؤدي لتوحيد لون البشرة، كمان بيلين الأمعاء وبيعطي عملية الهضم الراحة المثالية حتى تهضمه بشكل أفضل. أما بالنسبة للفلاورز هاني يعني عسل الزهور، أكيد فيكن تستفيدوا منه لأنه بيساعدكن أنكن تتخلصوا من الوزن الزايد، وبذات الوقت ما بتزيد الكالوريز حسب الرجيم يلي أنتو عم تتبعوه، فيكن تحلوا القصص يلي عم تكلوها فيه وتستفيدوا منه، بيخليكن تتخلصوا كمان من ضعف النظر ومن وجع الراس القوي مثل الميجران، لأنه خصائص غذائية مثالية فيه وما فيه أي إضافات من السكر طبيعي 100% لإلكن حتى تستفيدوا من هالأوفر يلي عم نحكيكن عنه بلا بوتيك. نص كيلو ب 25 دولار والكيلو ونص ب 45 دولار، أوفر رائع فيكن تستفيدوا منه. عجلوا طلبوا ثلاث أنواع العسل الموجودة عنا، الكيلو ونص ب 45 دولار في عنا عسل الزيزفون، عسل الأكاسيا وعسل الزهور المشكلة، انتو بتختاروا يلي بناسبكن. خلينا نحكي نحن وياكن هلأ عن البادي سكراب الرائع، الروايح اللي كتير حلوة، يعني بدل ما تحطوا بارفان بكفي انه من بعد الدوش تستخدموا البادي سكراب وبتكونوا لاحظتوا غير انه أشر كل الخلايا الميتة عن جسمكن وانه بشرتكن رجعت طرية مثل بشرة الأطفال، ولكن كمان غني بريحة طيبة طبيعية 100%. في عنا ريحة الفراز وعنا ريحة الكوكونات وعنا ريحة العسل الطبيعي 100%. عنا 3 جارز انتو بتقدروا تختاروا الريحة يلي بتناسبكن وبتضل ريحتهم كل نهار. الثلاثة ب30 دولار وبيطلع معهم كمان كادو، او الفيرست ايد يلي هي الاسعافات الاولية كل بيت بيعوزها، او الاوتو برونزون الكريم يلي بتقدروا تحطوه حتى تكونوا مسمرين بشكل كتير طبيعي من دون ما تعتلوا اي هم انه يبرقح على جسمكن او حتى على تيابكن، وما بيروح دغري بيضلوا مضاين حتى لو شوبتوا حتى لو عرقتوا رقصتوا، ما بتعتلوا هم، بيعطي اللمعة الحلوة والسمار الحلو. وبتقدروا تستفيدوا اذا من هالأوفر 3 سكراب من 3 روايح مختلفة طبيعية 100%، وعلى الاكيد فيكن تستفيدوا من الأوفر يلي حكيناكن عنه. أما
أما هلا فمنرجع لعالم الرشاقة مع سليم داي، الشاي المنحف، ولكن يلي فيكن تغيروا كل يوم النكهة يلي انتو بتريدوا حتى ما تزهقوا، وبذات الوقت حتى تستفيدوا من الخصائص الغذائية الموجودة فيه. سليم داي موجود عنا بثلاث نكهات، في عنا نكهة الليمون ونكهة الأناناس ونكهة الذرة. بالنسبة لنكهة الليمون كلنا بنعرف انه غني بالفيتامين سي، يعني بقوي المناعة وبيطرد البلغم وبيمنع انه تصابوا بأي نوع من أنواع الرشح، بذات الوقت بيحرق الدهون وبيكسرها وبيخليكم تتخلصوا من الهالات السوداء حول العيون وبنقي بشرتكم، وكمان بنشط الذاكره وفيكم تستفيدوا منه قد ما بتقدروا لانه طعمته كثير طيبه. اما بالنسبه للسليم داي بنكهه الاناناس، كلنا بنعرف انه الاناناس غني بالبوتاسيوم وبالفايبرز، هودول كلهم موجودين بنسبه كثير كبيره بقلب سليم داي، كمان طعمته كثير طيبه، بيحرق الدهون وبيكسرها وبتتخلصوا منها عن منطقه البطن والارداف والخواصر، وفيكم اكيد تنحفوا بطريقه كثير صحيه، بيطرد السموم وبيخلص المصران من الغازات. اما بالنسبه لنكهه الذره، كمان بيعدل معدل السكري بالدم والكوليسترول بنسبه 70%، تخيلوا، وكمان كثير فعال حتى تقضوا على السلوليت، هيدا شيء يمكن مش كل الناس بتعرفه، وغير انه طعمه الذرة كتير طيبة، بتستفيدوا من ثلاث نكهات من سليم داي وبتحسوا بالخفة وبالرشاقة، وبذات الوقت المصران بيكون عم يشتغل بشكل أفضل، الجهاز الهضمي بيكون مرتاح، الأمعاء بتكون ألين، وأكيد تتخلصوا من كل السموم يلي ممكن تكون بتضركم. خلينا ننتقل نحن وياكم هلأ للأشخاص يلي عم بيعينوا حاليا من موسم البرغش. كلنا بنعرف انه البرغش بفوت وبخلينا نقلق وما بنقدر ننام. خليني فرجيكم الموسكيتو باي مثل ما اسمه بيدل عليه. الموسكيتو باي هو كريم ريحته ريحة نظافة، بكفي انكم تدهنوه على جسمكم قبل ما تناموا، حتى لو ظهرتوا تخيموا برا، وحتى لو كنتوا نايمين ببيوتكم البرغش ببطل يقرب عليكم وريحتكم بتكون كتير حلوة. وبذات الوقت في حال كنتوا معقوصين من شي برغش وعملتكم التهاب او احمرار وحكة، تقدروا تحطوا من هالكريم مطرح الحكة، وبكل بساطة بتخف الحكة وبخف الاحمرار، بضاين 8 ساعات وبيخليكم تكونوا كتير مرتاحين انتو ونايمين. اكيد فيكن تستفيدوا من هالكريم يلي هو رائع لإلكن حتى تقدروا تتخلصوا من البرغش وعقصيته. هيدا بالنسبة لموسكيتو باي. اما بالنسبة للأوفر تبعه، فالوحدة ب15 واثنين ب20، استفيدوا من الأوفر، رح تعوزوا اثنين على الأكيد، بكل أوضة منعوز وحدة، واكيد منستفيد منه لأطول مدة ممكنة. اما هلا فالستات يلي بيحبوا يطبخوا بطريقه كتير اوريجينال من دون ما يجوا الدنيا، ويكونوا عم بيقدموا البلا تبعولن بطريقه كتير لبقه وكتير حلوه وكتير مزوقه، فيهم يستفيدوا من هالسيليكون يلي هو سيليكون طبي ما بياثر على صحتكم، فيكم تحطوه بالمقلايه اذا بدكم تقلوا البيض عيون بتكون كل عين منفصله عن الثانيه، او اذا بدكم تعملوا العجه كمان كل وحده بتكون لحالها كانهم كب كيكس، او اذا حبيتوا تعملوا الكيك او اي شيء بتقدروا تحطوه بقلبهم، وفيكم تعملوا الأوملات وتستفيدوا منهم مثل ما عم تشوفوا قدامكم على الفيديو. في عنا هالفتحات الصغيرة يلي منصب فوقها البرودوية يلي نحن عم نحضره، خاصة البيض أو العجة أو الأوملات، ومنلاحظ أنه من بعد ما ينقلوا ما بيلزقوا دغري، تقدروا تشيلوه عن المقلاية وتسكبوه بصحنكم، بيكون جاهز بدقائق قليلة وبيكون شكله كتير حلو. الصحن يلي عم بتقدموه القطع بتكون منفصلة عن بعضها ومش ملزقة ومش محروقة، وكمان هيك بيحافظ على المقلية تبعيتكم حتى ما تنخدش وما تنجرح وما تضطروا تستخدموا الملعقة لأنه لزق أو صار له شيء. هيدا السيليكون استفيدوا منه وقدموا الأطباق تبعيتكم بأفضل طريقة ويكون شكلهم كتير حلو، تكونوا عم تاكلوا الطعام الشهي يلي البريزنتاسيون تبعيته غير شكل. ب$20 هالسيليكون تقدروا تحصلوا عليه، وبيتحمل اكيد حماوي ما بيصير له اي شيء، وفيكم تغسلوه ما بتلقط عليه الزنخه وبترجعوا تستخدموه بكل ثقه، بضاين لمده كتير طويله، وتاكدوا انه صحي 100%، فيكم تستخدموه قد ما بدكم ببيوتكم. خلينا هلا نحكي عن الصبايا يلي بيحبوا يعطوا
طولهم طول إضافي، والشباب كمان ممكن يكونوا بيعانوا من هالمشكلة. عنا هالسيليكون، هالقطعة من السيليكون، سيليكون إليفيت، يلي إذا حطيتون كلهم سوا بيعلوكم 5 سنتي. القطعة واحدة هي سنتيمتر واحد، رح فرجيكم إياها، كتير لينة وكتير مريحة، ليكم لزقين على بعض لأنه شفتوا سيليكون تتحسوا أنه وطئة الدعسة تبعيتكم كتير مريحة. فوالا شلت لكم اياها، فيكم انتم تختاروا القطعه يلي بتريدوها، بتعليكم لحد ال 5 سم، شفتوا بتنحط بقلب الصباط او بقلب السكربينه، وفيكم ساعتها تلبسوها انتم مرتاحين من دون ما تشعروا انه في عندكم اي وجع بالركب او بالكواحل، لانه كثير طرايا مثل ما شايفين وكثير فلكسبل. اذا حطيتون بالاسبادري تقدروا تستخدمون بكل ثقه، بتصير طولكم اطول، وبذات الوقت ما بتشعروا باي انزعاج. هيدول سيليكون إليفيت بتقدروا تستفيدوا منهم، وتشوفوا الأسعار قدامكم على الشاشة حتى تحصلوا على الأوفر اللي عم بتقدم لكم إياه لبوتيك، وتكونوا عم تستفيدوا منهم لأطول مدة ممكنة. على الأكيد بتكونوا طولته 5 سنتي إذا استخدمتوهم كلهم بكل رياحة. أما هلأ فبما أنه نحن مع بداية موسم المدارس، كلنا منعطى الهم شو هي الشنطة اللي بدنا نختارها لأولادنا. ليش؟ لأنه عم بيصير عندهم وجع ظهر من كثرة الكتب، يمكن من وراء المنهج اللبناني أو حتى المنهج الفرنسي والمنهج الأمريكاني. منشان هيك بنتلي هالماركة يلي صارت عالمية ويلي صارت معترف فيها بكل الدول، خاصة بالدول العربية وبأمريكا وبأوروبا، وهلأ بلبنان دايما عم بتكون متصدرة لائحة شراء الشنط، لأنه كل الأهل بيحاولوا يحافظوا على صحة أكتاف وظهر أولادهم. ليش بنتلي بالذات عم نعرض عليكم؟ غير أنه في أشكال مختلفة وألوان مختلفة، بتقدروا تختاروا الألوان يلي بترضيكم، ومثل ما شايفين كمان قدامكم على الكاميرا في أرقام لكل رقم لكل شنطة، أنتوا بتختاروا اللون يلي بتريدوه وبتسجلوا الرقم عندكم حتى تتصلوا فينا وتطلبوا الشنطة يلي أنتوا بدكم إياها. ولكن بنتلي بشو بتتميز؟ بعد دراسات عملتها شركة بنتلي قدرت توصلت لتقنية الـ EVA High Density. هالتقنية هي آخر ابتكار بصنع الشنط تبع المدارس. ليش؟ لأنه بتحافظ على سنسلة الظهر وعلى الأكتاف. صدقوني أنه الولد ببطل يشعر بتقل الغراض اللي حطتهم بقلب هالشنطة. مشاهدينا حكينا عن أغراض كتيرة، وهلأ رح نبقى مع بريك كتير صغير، خليكن معنا لأنه في أغراض بعد رح تعجبكن، أكيد تقدروا تطلبوها وتستفيدوا منها بلا بوتيك. بريك وبنرجع. رجعنا معكم كف الشوبينج، إن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بأغلب الأغراض اللي عم نعرفكن عليها عن جد، لأنه أهم شيء أصلية ورح توصل لعندكن على قلب البيت من دون أي كلفة إضافية. غرض جديد لبوتيك بلا بوتيك حبينا نضوي عليه، خاصة للأشخاص اللي عم بيعانوا من صلعة بوقت كتير مبكر، وبتعرف أوقات بتجي هي إيريديتير. فاستفيدوا أنه هلأ نعرفكم بواسطة هالفيديو على الهير ماكس ومنرجع سوا. هير ماكس works through the process of photobiostimulation, which is similar to photosynthesis, which causes growth in plants. Light is energy. Hair Max delivers this therapeutic, nourishing laser light energy to your hair follicles, deeply stimulating the root at a cellular level. This boost of laser light revitalizes and enlivens weakened follicles, stimulates growth factors, reverses the thinning process, and helps extend and restore your hair's natural growth cycle to regrow your hair. مثل ما شفتوا الفيديو اللي قطع قد ايه النتائج عن جد مميزة، قادرين بعد تفوتوا على يوتيوب انتم بتلاحظوا كثير، تشوفوا فيديوز يبينوا لكم الفرق قبل وبعد. هالتكنولوجيا اللي اسمها هوم ليزر اللي هي كثير سيف، ما بتعمل اي خطر او عوارض جانبية، مثل ما بتشوفوا على اليوتيوب بتحطوها على الايد كرمال تتحرك وبتمشطوا شعركم. FDA approved، وفيها كمان كلينيكال ستاديز، يعني كل الدراسات والابحاث اللي انعملت كانت بعيادات طبيه مثبته اكيد علميا وطبيا بفعاليتها، واكيد امانه كثير سيف لكم، اضافه معتمدينها من قبل مجموعه اطباء متخصصين بالشعر وبالجلديه بامريكا، حتى نقابه العنايه بالشعر بامريكا ودكاتره المتخصصين بالجراحه الجلديه والتجميليه عن جد عم بيعتمدوها. استعمالها 3 مرات بالاسبوع ل 8 دقائق كل مره، وراح تشوفوا
النتائج كيف رح تبلش ابتداء من 10 ل 12 اسبوع، رح تبين لكم نمو الشعر كيف رح تحفز نمو الشعر بطريقه كثير فعاله، والاهم شيء سيف رح تحفز مجرد ما اخترق بصيلات الشعر لحتى تعطيهم النشاط عن جديد لحتى يرجعوا يطلعوا بشكل كثير كثيف، ورح تلاحظوا الفرق قبل وبعد. رح تستعملوها لكنتوا رجال او حتى نساء، قطعه كثير هاندي لكم، بتاخذوها وين ما رحتوا حتى لو سافرتوا. قبل ما تروحوا تتوجهوا لعمليات التجميل وللأبر وللأدوية، نحن عم نقدم لكم هالطريقة اللي عن جد معترف فيها طبيا وعالميا، وعم بيستعملوها كتير من العالم، صارت مستعملة تقريبا من 500,000 شخص، وكل مرة في إثباتات جديدة بتفرجيكم النتائج قبل وبعد. أنا بقلكم هلأ تفوتوا على اليوتيوب تحضروا كم فيديوز عن جد لتقتنعوا أكتر بنتائجها. 10 سنين مكفولة، وإذا بدكم تشتروها من برا $600، اما نحن حبينا مثل ما بيقولوا نجرد السعر لحتى تقدروا تستفيدوا من النتائج المميزه اللي عم تقدم لكم اياها ب $300. هالمكنه الاكثر من رائعه اللي عم نقدم لكم اياها بلا بوتيك، اللي هي هوم ليزر، برجع بقول لكم وين ما كنتوا بتاخذوها معكم بقلب جزدانكم، حتى لو سافرتوا لمده تقريبا يعني 12 مره بتستعملوها، النتائج رح تبين كل مره بتستعملوها لمده 8 دقائق 3 مرات بالجمعه. رجال او نساء من لكم هلا تطلبوها، لانه مثبته من عيادات طبيه كثير، دراسات، ابحاث، تجارب انعملت لحتى تبين هيدي النتيجه الفعاله اللي خبرناكم عنها. يمكن في كثير اشخاص منهم انترسا او يمكن بخافوا، بس نحن ما بنفوت ابدا شيء على بوتيك الا ما نكون مطمون من حيث النوعيه او من حيث الجوده. من بعد ما شفنا الهير ماكس، شو رايكم هلا الستيكي برو نتعرف عليهم؟ هالقطع كتير حلوين، منشوفهم سوا ومنرجع. ما شفتوا قديه مميزين، اللي كانت بالحجم الكبير الوسط او حتى الصغير، قديه رح تنبسطوا فيهم حتى بقلب السياره، للفوتاي، للبراده، للتياب، للحيوانات الاليفه اللي بتعمل عن جد مساج تستفيدوا منها، بدل ما تشتروا انتم الرولو اللي بينكب وبتتكلفوا عليه مبالغ كبيره، عم تقدروا انتم هالقطعه ابديه تغسلوها وبترجعوا بتستفيدوا من استعمالتها. خلينا نكفي انا وياكم كمان، لانه بلا ما نتعب بلا ما نقوم باي مجهود لحتى نحضر اطيب جد سلاد بيخطر على بالكم، حتى التبوله والفتوش والانواع اللي بدكم اياها، انتم عليكم بس تحطوا بقلب هيدا البول من بعد ما تكونوا غسلتوه للفواكه والخضره بقلب هيدا البول، وبتشوفوا من هون في مثل فتحات، بتقطعوا السكين عليهم بتقصون بلا ما تجرحوا ايديكم، واطيب سلاد رح نشوفه بوسط الفيديو اللي رح يقطع. Everyone loves a fresh, healthy salad, but to prepare a salad at home, you have to wash and rinse the lettuce, slice and chop all of the ingredients, and then slice and chop some more. Finally, a fast, easy, virtually mess-free way to enjoy a healthy salad every day. These unique slits take all the hassle out of rinsing and straining and allow you to chop the ingredients all at once. Just cut through the slits in one direction, then rotate the wave cam top for a perfect, no-mess crosscut. In just seconds, your ingredients are perfectly chopped and your garden fresh salad is ready to eat. Cut in every slit for a finely chopped salad, or cut in every other slit for a rougher chop. Garden Fresh Salad at home has never been so fast and easy. Cleanup is simple too. Just pop it in the dishwasher. وفروا على حالكم شغل واستفيدوا من هالبول اللي عم نقدم لكم اياه لتحضروا اطيب جات سلاد بيخطر على بالكم من دون ما تتعزموا او تجرحوا ايديكم، بس ب $11. نوعيه ممتازه بيتغسل معكم بينجلى وما بيصير له شيء. بعدنا مكفيين هلا، بدل ما تحطوا اكلكم بالصحن وتغطون، مجموعه البلايت موجودة معنا لحتى تحطوا أكلاتكم بقلبها، هيك بيجوا هن من ثلاثة بيتبطوا لكم الأكل حتى بالمايكروويف بتسخنوا وما بيصير لهم شيء، فاستفيدوا من الفيديو هلأ اللي رح يقطع ومنرجع سوا.
Discover the fastest way to store and serve food. You can transform your dinner plates into airtight food storage containers. Stop the endless searching for matching lids and containers, or simply grab the handle and press down for instant food storage. You'll be amazed at the airtight seal. You can stack plates on top of each other and keep meals looking delicious until they're ready to serve. Messy microwave splatter is a thing of the past. Reheating is a breeze. Then simply lift the pull tab to release. مثل ما لاحظتوا كيف عم بيتبطلكم الاكل، ما بقى تكبوا اكلكم او حتى يروح ضيعان، بالعكس استفيدوا منهم لانه عم تكسبوا مساحه بالبراد اكثر، فيكم تحطوا اثنين فوق بعضهم من البليت ليد، بيركب على اي حجم صحن اللي كان كاريه او حتى مبروم، هو 100% بي بي اي فري وسيف للمايكروويف، فيكم تحطوه بالجلايه حتى وما بيصير له شيء، استفيدوا منهم للبليت ليد ب 22 دولار هالثلاث قطع اللي عم بتشوفون. وهلا كمان خبريه حلوه، اليوم الاوفرز كثير كتار عنا بلابوتيك، اذا حبيتوا تشتروا من عنا سالاد بول والبليتلت سعر كثير مدروس لكم، اوفر اكثر من رائع، 25 دولار بدل 33 دولار، يعني يا بلاش، قطع كثير مفيده لحتى تصير عندكم بقلب بيوتكم، تطلبون من عنا ب 25 دولار الغرضين، حبينا نعملكم اوفرز لحتى تنبسطوا اكثر وتتشجعوا اكثر وتطلبوا كل هالغراض المميزة اللي عم نقدم لكم إياها. خلينا نكفي أنا وياكم هلأ مع مكنة للرطوبة رح تفيدكم كتير، خاصة بهالوقت يمكن بيوتنا عم بترطب كتير من عوامل كتير خارجية، عم نقدر نستفيد لأنه مين منا ما بينزعج من نسبة الرطوبة العالية بهالصيفية. شركة فاكس الإنجليزية حبت تقدم لكم هالمكنة المكفولة على سنتين يلي بتقدر تسحب الرطوبة 15 لتر خلال 24 ساعة، وفينا نعدل درجة الرطوبة فيها يلي بدنا اياها بهيدي الطريقه، بنكون عم نحمي بيوتنا من كل رواسب الرطوبه يلي ممكن تاثر على القماش على الخشب وحتى على صحتنا. عدلوا انتو الدرجات اللي فيها، عم تشوفوا السكرين اللي عم تقطع قدامكم لحتى تقووها وتسرعوها وانتو تحصلوا على النتيجه اللي خبرناكم عنها، فاستفيدوا منها من شركه فاكس مكفوله على سنتين، تخلصوا من كل انواع الرطوبه اللي ممكن تاثر سلبا على صحتنا اكيد. ف 200 دولار بس مكنه الرطوبه واصل عندكم على قلب البيت، والاهم من دون اي كلفه اضافيه. شو رايكم ننتقل هلا لحتى نتعرف على عصاره عن جد غير شكل، لازم تكون موجوده دائما بقلب بيوتكم لحتى نعطيكم ايجابياتها. هلا بكره اجت المدرسه منوعه، بدنا نعمل هيك نشرب جو فريش، نتنشط، نروح بحيويه على مدارسنا جامعاتنا او حتى اشغالنا، عم تقدروا تحطوا انتم بقلبها الفواكه، عم تقدر تفصلكم العصير من ميل وكل القشر والبذر والتفل من ميلة تانية، هيك بتكون وفرت عليكم وقت وكمان ما تعبتوا ما قمتوا بمجهود، وبكل سهولة عم تقدروا تتنشطوا وتشربوا أطيب جوس ممكن تشوفوه اللي كنتوا الصبح رايحين منشطين على مدارسكم أو أشغالكم أو حتى على النوادي الرياضية لازم تاخدوا شوية انرجي، ما لكم غير هالعصارة الرائعة اللي عم تقدروا تحصلوا على كل إيجابياتها لأنه عم تقدر تفصلكم العصير من ميل وكل القشر والبذر والتفل من ميلة تانية. كافي مع ميولر كوخ انا وياكم لحتى نتعرف على هتقومة الطناجر الغير شكل، الوان كتير مميزة، المانية بحجم كبير، خرج عيلة، هالطقم الواو، بتعرفوا نحن بلابوتيك دايما مننوع لكم ونشكلكم بالطقوم ليكون عندكم أكثر أنتو الشواء لحتى تختاروا، وإذا عندكم مساحة بالبيت بقلب مطبخكم، بقلب الخزانة تطلبوا كل هالطقوم لأنه ضيان، طناجر أبدية مثل ما عم بتشوفوا، أربع طناجر قياسات مختلفة عم تحصلوا عليهم، هن كلهم 15 قطعة إضافة للكاسرولة ومقليتين، ماسكات باكيريت بيحملوا درجة حرارة، مطليين بمادة الجرانيت، عم تقدروا تحصلوا على هالمادة الصحية، عملوا أطيب وليمة، عزموا أصحابكم وقرايبينكم، حطوا الرز بميل، صوص البيتزا بميل، المغربية بميل، كله رح يجهز على عينة غاز خفيفة ويستوي 100% بلا زيت بلا زبدة بلا نوع أي نوع من الدهون والزيوت اللي ممكن تضايقكم أو حتى
تزعج صحتكم، اطلبون من عنا، يمكن هاللون كتير مميز ما بتلاقوه بالأسواق. عليكم عم بتشوفوا كيف الأصفر كمان موجود فيه، عم بتشوفوا الأسعار كمان على الشاشة بالنسبة للنوعية والجودة، لأنه دايما لازم ننتبه لصحتنا ونطبخ بطريقة صحية، وهالطناجر هي كفيلة لحتى تكون ضيان لألكم لايف تايم لقلب بيوتكم لتطبخوا انتو مرتاحين فيها. فان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالطعام، وبدي لكم هلا تتصلوا فينا لانه كمان مثل ما عم تشوفوا هالمعالق والشوك اللي رح تستفيدوا منهم لاكثر من استعمال، حتى بينجلوا معكم ما بيصير لهم شيء، هن كادو مع هالطعام ميولر كوخ اللي عم نقدم لكم اياه بنوعيته وجودته اللي خبرناكم عنها بس ب $149 واصل لعندكم على قلب البيت ومن دون اي كلفه اضافيه. خلينا نكفي هلا حلقتنا لحتى نعمل اجمل امبيانس، اجمل سهره. بعدنا عم ننزل يمكن هلا نعمل جورني كبير نحن واصحابنا واحبائنا مع احلى سبيكرات ممكن تشوفون عن جد، لانه نحن جربناه هون وشفنا النتيجه قد ايه رائعه، قد ايه الصوت قوي، يعني قادرين تعملوا فيه اقوى سهره ممكن تكون. عم بتشوفوا السبيكر بالحجم الكبير والسبيكر بالحجم الصغير، فعاليات ممتازة. السبيكر بالحجم الكبير بقلبه بافلين، يعني قوي فعال جدا، قادر توصلوه على اليو اس بي اف ام راديو، معهم كل واحد منهم 2 مايكروفون وايرلس كمان لتعملوا اجمل كاراوكي ممكن وتنبسطوا وتتسلوا وتغنوا انتو واصحابكم. عن جد صدقوني صوته كتير رائع، نحن جربناه ولمسنا النتيجة، قادرين كمان توصلوا على اي آلة موسيقية، الجيتار البيانو اي آلة حابين هيك تعملوا امبيانس فيها، اذا كنتوا يمكن كورال معين قادرين كمان تدخلوا كل معداتكم فيه، استفيدوا للسيدي للديفيد، قادرين كمان تقروا عنه اكثر واكثر بمجرد ما تتصلوا فينا وتشوفوا عن جد المعلومات اللي خبرناكم اياها، واهم شيء بيتشرج معكم وبتطريطه بتضيع من 4 لـ5 ساعات حتى زياده، فهيدي الشغله كثير مناسبه. نحن بدنا نقلكم اجمل سبيكرات موجودين بلابوتيك، ما تترددوا هلا اتصلوا فينا واطلبوهم، لانه عن جد مثل ما عم بيقولوا لي بالرجيه بلشوا هلا الاتصالات وانه الطلب عليهم عم بيكون كثير كبير. صباح الخير، بدنا نبلش معكم بانزو، رح نبلش بقام الكروم، منبلش بالشامبو يلي هو مكون من الجينجر للشعر المصبوغ للشعر التعبان، افتر كولاجين كريستال، افتر اني تريتمنت بنستعمله بحافظ على التريتمنت وبيخليه مدة اطول، بيلحقوا الاميزنج هو ماسك كتير كونسنتري، بنحط شوي منه على الشعر نتركه 5 دقايق، بخلي الشعر كتير رطب وكتير ناعم بينزله. بيرجع عنا الليف إن هي ديتانجلر يلي هي مكونة من فيتامين او، اذا الشعر كان عنا بعركج كتير اذا بيعلق ببعضه بخلص الشعر وبتعطيه لمعة وبذات الوقت ما بيخليه يتقطش. نرجع السيروم، سيروم بينحط من بعد كل هالبرودويات اللي استعملناها على الشعر الماي وبنحط على الشعر الناشف. منبلش اذا حطيناه على الشعر الماي بنحطه على الاطراف ومننشف الشعر، اذا رجعنا عزنا بعدين نرجع بنحطه على الشعر الناشف. هون بنكون انتهينا من قام الكروم يلي هو افتر تريتمنت افتر كولر افتر اني ثينج بيكون شعر تعبان. ننتقل للارجون اويل. الأرغون أويل عندنا مكون من شامبو، كريم، سيروم وشاين. أكيد شامبو هو للشعر تعبان كمان والناشف. عندنا الكريم كمان بنحطه 5 دقايق ننقع الشعر فيه ونرجع منشطفه. ظهرنا من الحمام بيبقى عندنا دو برودوي يلي هو السيروم يلي عندنا هو الشاين. شاين السيروم بيستعمل على شعر المي وبيستعمل على الشعر الناشف. إذا عزنا على شعر ناشف بنرجع بنحط، إذا ما عزنا ما بنحط سيروم. بالنسبة للشاين هو بس على الشعر الناشف آخر برودوي. شاين إذا كان شعر كتير بحاجة للمعة بنرش كذا رشة بيمشي الحال. هون بنكون انتهينا من قام الأرغون أويل. ننتقل للأنتي هيرلوس قام يلي هو مكون من شامبو ومن أمبولات. عندنا الأمبول 10 أمبول تستعمل كل أمبول مرتين،
منبلش بالشامبو زوم أو زومين، منخلص هو والشعر ماي، منحط نفتح الأمبول منحط نصة لأنه هي 10 ml، يعني بتكفي، يعني بتكفي دفوة مرتين بتكفي هيدي الأمبول. نفتحها منحط نصة، منعمل مساج للرأس، نرجع مننشف الرأس هي والأمبول على الرأس. هون منكون خلصنا من قام الأنتي هيرلوس. ننتقل للإلكترونيك. إلكترونيك عنا قام كبير، عنا هير دراير 2، عنا هير كيرلينج، عنا هير ستريتنر. منبلش عنا الهير دراير اللي هو مكون من أيونيك بقلبه. الأيونيك اللي هي بتحمي الشعر بس تكون موجودة بقلب السشوار. إذا حطينا حرارة على الشعر الأيونيك بيغلف الشعرة، ما بيخلي الشعرة يوصل الحرارة ديركت. عنا كذا زر لألو، فينا نعيره على القوي على الخفيف. بيرجع عنا هون شيء اسمه دبل باور، إذا كبسنا على هاي الكبسة الزرقاء بيعطينا حرارة دبل. عنا شريط كتير طويل وعنا حرارة كتير قوية. هيدا السشوار is professional use، في الكوافير يستعمله لأنه كتير قوي وكتير سيفتي. بيرجع عنا السشوار الإيطالي. الإيطالي هو بيجي كومباكت، بيجي أصغر، يعني إذا منشوف قد الإيد، خفيف الوزن، عنده إكسترا باور يعني حرارة زيادة عن أي سشوار، شريطه كتير طويل، وعنا كمان زراره بيتعير إذا بدنا خفيف وإذا بدنا نحطه قوي. هيدا السشوار هو كتير عملي، كتير السيدة بترتاح فيه لأنه كتير خفيف بالإيد وكتير قوي ومكفول كمان وحلو حجمه، يعني بيناسب كل سيدة. هون منكون خلصنا من السشوارات. ننتقل للكيرلينج إلكترونيك يلي هو بلف الشعر دغري لوحده. عنده كذا كبسة يلي هي واحدة بتعمل شمال واحدة يمين. هون عندك حرارة بتخفف أقوى فيها السيدة تستعمله لبنتها أو بنتها تستعمله لسيدة، ما في مشكلة لأنه منه كتير professional use، يعني كتير هين الشغل فيه. منحط الشعرة ومنكبسه بيبرم بلفها لوحدها. نرجع بعد بس يخلص الزمور نفتح الفار ومنسحبه، بتكون الشعرة كلها لفت لوحدها. هيدا كتير عملي وكتير حلو للبيت ومبيعه كتير قوي عنا بالشركة، السيدة عم بتحبه. ننتقل للكيرلينج بروفيشنال يوز يلي هو الكوافير بيستعمله، لأنه عطول السيدات بيجوا لعنا بيقولولنا بليز بدل الهير كيرلينج يلي أنتو بتستعملوه، لأنه بيحبوا يخلصوا بسرعة، ومثل ما بنعرف هلأ ما حدا عنده وقت بقى أنه يطول. هيدا الفار عنده زر هون بيوقف المسكة، بتصير ثابتة هون بتصير جامدة. نرجع إذا فتحناها بصير تقدر تبرم. عنده ستاند كرمال تما يحرق الكاونتر عنا بالبيت أو المطرح ما عم نحطه. الشريط تبعه تورما لاين، بيبرم لوحده هون، ما بيعلق وما بيجعد. وعنده الحرارة فينا نعيره قد ما بدنا، فينا نحطه بحرارة كتير عالية، فينا نحطه بحرارة كتير يعني أوطى. وعمل كتير بس تعود عليه السيدة بتصير تحبه. حرارته كتير قوية، يعني بتخلص بظرف 5 دقائق 10 دقائق بتكون مخلصة كل شعرة. هون منخلص من الكيرلينج. ننتقل للهير ستريتنر يلي هو تقريبا أكتر برودوي عنا بالشركة بينباع. حرارة كتير عالية، بيتعير من 450 فهرنهايت وبينزل تيوصل ل 300، يعني حسب سماكة الشعرة نقدر نعايره لهيدا الهير ستريتنر كرمال الشعر ما يحترق. كمان عنده شريط تورمالاين ما بيعلق. البليت تبعه عريضة بتاخد كمية شعر كبيرة وخفيف وعملي كتير. اوكي بيرجع عنا الأعرض نفس الطريقة، بس إذا كان شعر كتير طويل وكتير عبي أنا بفضل للسيدة تاخد الأرفع لأنه أهين لقلها بالبيت. إذا حدا عنده شعر كتير عبي كتير يعني كثافة، عنده كثافة بشعره تاخد العريض. كمان حرارة عالية تورمالاين نفس الشيء مثل الرفيع، بس بيجي شوي البليت تبعه إذا عم نشوف على الكاميرا أعرض. هيدا هو منكون خلصنا قام الأنزو.
ومثل ما بتعرفوا عطول عطول انزو عنده اشياء جديده وعطول منحب نلاقي اشياء كمان انه تفيدكم وبنتشكركم وميرسي كثير. سخانة ساندويش من ماستر شيف بقوة 1800 وات مع كفالة سنتين، مصنوعة من الستانلس ستيل والفونت بقلبها، ما بتسدي ما بيصير لها شيء ابدا. فينا نستعملها لتسخين الساندويش، فينا نستعملها للهامبرجر، وفينا كمان نستعملها لشوي ستيك او جميع انواع الحمات والسمك والدجاج. طريقة كتير حلوة للتنظيف، بس تخلص منحميها على الآخر ومجيب المشط مننظفها بالطريقة هيدي. كل شيء بيقبع عنا وكل الفات، كل الدهون اللي بتنزل من اللحمة أو من الدجاج بتروح على الصينية هيدي اللي هون، مهما كان القياس كبير هون بتعلى وبتوطل لوحدها حسب القياس اللي بنحطه. وكفالي سنتين. مشاهدينا كل الصبايا والسيدات وحتى الرجال يلي بيحبوا يعتنوا ببشرتهم ويحافظوا عليها لمدة أطول شبابية وصحية بيقدروا يتكلوا على لومينانس مع مدام إلهام القوبة يلي هي خريجة جامعة بوسطن بمجال العناية بالبشرة بطريقة أورغانيك، برودوي طبيعي 100% ما فيه بارابان، وكمان فتحت بكفر حباب وبجبال وأكيد بفردا عن جديد. ألف مبروك وإن شاء الله ببيروت ودائما بالألبسي. أوعى تنسوا بتجوا لعنا بتاخدوا أجمل الأوفرات من لومينانس. صباح الخير. صباح النور. كيفك مدام إلهام؟ الحمد لله ماشي الحال. مدام إلهام لومينانس بتقول save your skin، يعني يا سيدتي خلصي بشرتك. أكيد. شو هالشعار الرائع؟ لأنه لما منتوقع البشرة أهم شيء بدي أقول انتباه على البشرة، ما ننطر المشكلة لتوقع لنرجع ناخد الكريم. بكل الفصول، بالصيف عندنا مشاكل والشتاء عندنا مشاكلها، الخريف الجفاف كل طقس وإله مشاكله. بدي ركز على بشرة رطبة، بشرة بتبقى قوية كتير عندها مناعة. رطبوا إن كان الجسم، ما عم نقول بشرة يعني بس الوجه، لا، البشرة كل الجلد اللي نحنا بخاصة بالصيف إيدينا ببينوا، الرقبة مكشفة كتير، نحنا على البحر هالجسم قدي عم يتعرض لشمس، قدي عم بياخد جفاف. ما تنسوا الزيوت من بعد البحر، ما تكتفوا إنه نحنا على البحر حطينا هالزيت وبكفي، لا، بترجعوا على البيت لما بتتحمموا بتشعروا بهالجفاف القوي اللي خسرناه خلال النهار كله، بصير نحك جسمنا، بصير عنا هيك مثل عم بشد، منلاحظ دايما وجهنا منقول عم بشد ورا البحر عمية الملح، ومنه عم بشد بالحقيقة، هو الحقيقة قد ما انه جاف عم نشعر بهالتقلص بالعضلات بكتير صعوبة ما بيسوى ابدا. يمكن هذا الشيء بخليه يتشقق للجلد. طبعا طبعا. وهذا الزيت بيساعد، اي زيت عم نحكي زيت عنه. الجسم هيدا لمن بعد شمس طويلة، من بعد عم نعمل برونزاج، كلنا بنحب اللون الحلو على البحر، بدكم تحطوا هيدا الزيت للجسم، بدكم تحطوه على الوجه الانتريد يلي هو بالهاني، او بدنا نحط الكافيار كبروتين قد خسرنا حسب الوضع. يعني اللي عنده مشكلة معينة او بشرة شوي حساسة زيادة بتحب تصل فيني تكرم عيني لنفسر، لانه مثلا الجولد كماسك بيختلف عن الجولد ككريم، اكيد اثنينهم جولد او السيروم. كل بشره بتحتاج لنوعيه معينه، الا اذا كنا بعمر كتير كبير فوق ال 55، هالبشره صار في ترهل قوي، عم نخسر بكثره، اذا في ستريس بنعطي مبدئيا القم كله، مرات بنعطي الكافيار يلي هو كمان بروتين انا بسميه للبشره. بتشوفوا الكافيار كتير غني كتير حسب نوع البشرة. بركز دايما إذا بتريدوا يلي بشرتها حساسة عندها مشاكل تتصل فيني، أنا بساعدها باختيار نوع الكريم لبشرتها ليكون 100%. بس أنا عندي سؤال مدام إلهام. نعم. يعني في حال كانت البشرة بحاجة لكريم الجولد وبحاجة للكافيار، بتقدر توصفيهم مع بعض؟ ما بيتعارضوا مع بعض أبدا. بدي فرجي أبدا ولا مرة الأورجانيك لأنه ناتورال. بدي ركز على هالنقطة كتير مهمة، ما تفتكروا مرات بنحطهم كنا نعمل ديمونستريشن نحطهم فوق بعضهم، إذا حطيتوا كريم ولقيتوه ناشف ما بيمنع تحطوا السيروم فوقه، سيروم الجولد أو سيروم الكوكونات يلي هو روعة، هيدا كتير منعش، مع تحت العين على الرقبة، تكنيك الرقبة كتير مهم. الجولد بدي فرجي كيف بيكون، لأنه عم بيسألوني الستات إذا بتشوفوا هالشقة في الجولد
يعني بتقشعوه طبيعيا، حطيناه عدة مرات إن شاء الله بنرجع بنحطه دايما على وجهنا. ما في أهين من استعمله، بينحط بطريقة على كامل الوجه مع تحت العين مع المساج. هون عم نحكي عن الماسك جولد، هيدا ماسك الجولد يلي بنحط كل الليل، حرام ينحط بوقت قصير، حرام ينشال لتاخذوا كل الفيتامينز الموجودة فيه. والكريم، الكريم بتقشعوا بودر الجولد على وجهه، أكيد في الجولد بقلبه، بيعطي جمال على البشرة. ما بقدر أخبركم قديه شكله مضمونه وفعاليته، مش بس روعة على الوجه هالجمال، وبينحط كمان تحت العين، يعني بيعطي اكلاو لما هيك حلو. إيه بيقدر إيه واحد يحطه ويحط شويه ميك اب مثلا، اكيد يروح اكيد ما في مشكلة. ما في مشكله ابدا. بدي ركز بفصل الصيف، البشره اللي بتعرق خففوا هالبرودكت بتشكل انه عرقنا من نشطف. حتى الاكران سالوني كثير ستات، بحط اكران دائما عم بعمل كلف، شو السبب؟ البشره بتتعب، حركة الدم بتتغير بفصل الصيف كتير، بصير عنا حرارة، بيقولوا لي بدي شيء بوردني، يعني مثل الكوكونات. هالحالة بدنا نبورد الوجه، بدنا نعطيه حرارته الطبيعية للبي اش تضلها مرتاحة، منشطف هالوجه من بورده، منحط الكوكونات ميلك كريم، هيدا كتير مهم الكريم يعني، أو سيروم. ايه اكيد بدنا نبورد البشرة، ما بدي تظهروا وبشرتكم تعبانة فيها حرارة، لا ما بيعود ياخذ شيء ولا بيعود يستفيد شيء. وهدول السكرابز شو هن على السريع؟ كادويات سريعين مع الكافيار مع الجولد، دايما مع لومينوس في كادويات، انا كثير بحب الكادو هيدا بالسكراب للجسم بالكوكونات، هيدا مع الروز، روز والروزيل، وهيدا على كاموميل. كثير مهم السكراب للجسم بالصيف، ما تعملوا سكراب على الوجه، السكراب للبشره بالصيف ما كثير بحبها، لا اكيد خاصه بعمر معين. ميرسي لك مدام الهام. اذا بذكركم مشاهدينا انه لوميناس طبيعيه 100% وما فيها بارابان، واكيد ريحتها رائعه، ريحه طبيعيه وحلوه حلوه، بتحطوا منها وبتضل كل النهار وبتعطيكم النتيجه اللي انتم بحاجه لها. بذكركم انه فيكم تطلبوا مدام الهام كمان دائما تحت الهواء حتى ترافقكم بالنصايح تبعيتها وتزوروها، فروعتها كفر حبيب وجبال وفيردان، وعندنا بالالبسي ما تنسوا ابدا في كتير اوفرز وكادويات مثل ما حكيتكم. دائما تابعوا فقره لومينوس وتابعوا لابوتيك من التنين للاحد، اعملوا شوبينج انتم مرتاحين من 9 للعشرة كل يوم. ان شاء الله بنرجع بنلتقي بحلقه جديده وباجمل واجدد البرودكتس. الله معكم، باي.